ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا مواليد برج العقرب. مواليد برج العقرب النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع القراية بتاعتكم. حبايبي برج العقرب، لو سمحت، لو كنتوا حد جديد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بإشعار، ولايك وشير علشان كل مواليد برج العقرب يشوفوا الفيديو. يلا نبدأ حالا. بسم الله، نيتي اسحب اول كارت لطاقة مواليد برج العقرب. نشوف طاقتك. برج العقرب، كارت ده كارت الشاكرا الخامسة اللي هي شاكرا الحل. شاكرا الحل هنا بتقولك انك الفترة دي كأنه برج العقرب عايز يعبر عن حاجة جواه وهيعرف فعلا يعبر عنها. اي حاجة عايز تحكيها مع حد، بتعرف توصل المعلومة كويس جدا، الحد اللي قدامك بيسمعك، بتعرف توضح الامور، مفيش اي صعوبة هتواجهك في الكلام مع حد. كمان شايفاك بتتخلى عن اي خوف جواك، بتعترف لاي حد، بتقول اللي جواك، شايفاك بتدافع عن نفسك في اي حاجة انت اتحطيت فيها. شايفاك كمان كأنه عندك شجاعة اكتر من اي وقت فات، بتقدر تقول الحقيقة، بتقدر تعترف لحد مثلا بمشاعرك، بتعرف ازاي مثلا تاخد حقك في عمل معين، في شغل معين، في حاجة بتتعرض ليها. مفيش اي صعوبات هتواجهك ولا هتواجه جسدك الفترة اللي جاية دي ان شاء الله. الطاقة بتاعتك حلوة جدا وطاقتك موجهة، شايفاك بتوجه طاقتك للحاجة اللي انت عايزها، شايفاك بتعبر عن ذاتك، بتعبر عن مشاعرك. اي حاجة بتحاول تحبط مواليد برج العقرب خلاص مش موجودة. شايفاك بتخرج من اي طاقة احباط حواليك او اي حد بيحاول يعطلك او يوقفك، شايفاك ابدا مش بتقبل بكده. طيب تعالى نشوف طاقة شريكك ايه. بسم الله، طاقة شريك مواليد برج العقرب. الله، أول كارت ذا صن، الشمس. الشريك ده طاقته حلوة قوي، عنده بدايات جديدة، عنده بركة في حياته الفترة الجاية دي، حياته مباركة، عنده حياة جديدة عايز يبدأها، هو بيفكر يبدأ حياة جديدة ويخرج من أي حاجة كانت في الماضي بتضايقه. شايفة الشخص ده كأنه عنده مشروع جديد عايز يعمله، عنده حاجة جديدة عايز يدخل فيها، شغل جديد هيقدم فيه، هيتقبل، سفرية في مكان جديد هيروح. شايفة الشخص ده بيعبر عن نفسه وعن طاقته، حلوة قوي. شايفاه كمان الحب مالي قلبه قوي الفترة دي، وكأنه الحب عنده بوفرة، يعني هتلاقي كده بيعبر لك عن حبه، بيعبر لك عن مشاعره. نوايا حلوة الفترة دي، نوايا بيحاول يعبر عن نواياه. شايف كل حاجة حلوة وشايف كل حاجة جديدة وشايف كل حاجة سعيدة في حياته، فشايفاه الشخص ده ما شاء الله طاقته حلوة جدا، اي حاجة حاول يدخل فيها شايفاها بتتسهل وبتتيسر ليه، وشايفاه بيخرج من اي طاقة سلبية، والفترة اللي جاية معاه كلها ما شاء الله ايجابيات. طيب تعالوا نشوف الكروت بقى هتقول لنا ايه. بسم الله، مواليد برج العقرب. بسم الله،
مواليد برج العقرب. خلوني بداية اقول لكم على الابراج اللي ظاهرة قدامي، ممكن يكون الشخص ده منها ولكن هي مش شرط. عندكم برج الجوزاء وبرج الميزان وبرج الدلو وبرج القوس وبرج الجوزاء تاني متكرر معاكم. عندكم برج السرطان، برج العقرب، برج الاسد، برج العذراء، كمان عندكم برج الحمل والاسد تاني والقوس. ما شاء الله ابراج كتيره قوي ظاهره لكم، تقريبا كده كل الابراج. كمان عندكم برج السرطان والعقرب والحوت، كل الابراج ظاهره عندكم يا برج العقرب القرايه دي. طيب برج العقرب شايفاكو في حيره بين امرين او بين حاجتين او بين شخصين، وكانه انا شايفه في اكتر من شخص بيتقدم لمواليد برج العقرب الفتره دي، في اكتر من شخص بيدخل حياتك، وشايفه عندك مقارنه بين شخص قديم وشخص جديد، كانك بتقارن بين شخصين وبتحاول تشوف مين فيهم الانسب ليك. شايفه في عرض زواج للمنفصلين وللعزاب، شايفه كمان انه في حد قديم كان في حياتك ندمان قوي قوي اشد الندم عليك، حد سابك وانتوا مش مع بعض دلوقتي شايفاه ندمان عليك. في حد جاي يقدم لك هدية، حد جديد، حد بيدخل حياتك يقدم لك يد المساعدة، هتحس معاه براحة وانتصار. في حد جديد وتكون متأكد ان في حد جديد هيدخل حياتك، في حد جديد وحد قديم، الحد القديم ده في طاقة غيرة عليك، غيور جدا جدا عليك، يعني سابك بس بيراقبك، غيران عليك، وهي غير اكتر لما يعرف ان في حد جديد دخل حياتك. شايفك يا برج العقرب وخاصة لو كنت انثى، شايفة بتهتموا بنفسكوا قوي قوي، بشكلكوا، بشعركوا، بتعملوا ستايل جديد، نيو لوك جديد، في حاجة بتعملوها مع نفسكوا كده او لنفسكوا فبتغيروا بيها من حياتكم. في حد بيدخل حياتك وهو قدم الخير واستعد عليك، في طاقة الزلفر، طاقة الحب، طاقة العشاق، كارت العشاق ده، في حد هيعترف لك بمحبته وحد يحاول يوازن أموره معاك. عندكم احتفال أو عندكم خطوبة أو لم شمل، في احتفال، في حد بيحبك قوي هيعترف لك بحبه. شايفاك بتكتشف سر عن شخص، وكأنك بتكتشف سر عن الشخص اللي كان معاك او اللي انت كنت معاه، وشايفاك بتقول الحمد لله ان انا خرجت من حياته. بس شايفاك بتسيطر تاني على امورك، وشايفه في حد بياخدك خطوات، شايفه بعد خيبة الامل اللي كنت فيها، لا في الامل بيرجع لحياتك تاني والامور تبدأ تتحسن معاك وبتبقى للأفضل وللأحسن. كمان شايفة الفترة دي كأنه بتبدأ شغل في مكان أو في شركة كبيرة أو بتتقبل في مكان كنت مقدم فيه. شايفاك بتساعد حد، شايفة في حلم عندك بيتحقق. شايفاك كمان الفترة دي أو الكروت بتنصحك ما تثقش في كلام كل الناس حواليك، مش أي حد تثق في كلامه، خلي الثقة في الناس بس اللي انت عارفه واثق فيه. انتبه على صحتك الفترة دي لان شايفة عندك شوية تعب بسيط. رتب امورك المالية، حاول ترتب فلوسك، تشوف تصرف في ايه وتشيل ايه. في امر خاص بطفل عندك، في حاجة تخص اطفال، ولكن شايفاها خير يعني ان شاء الله. كأن في حد بيساعدك او حد بيقف جنبك او حد بيقف معاك عشان يحقق لك امنيه كان نفسك فيها. شايفه طاقتك افضل، ولكن احذر يعني، حاول ما تتسرعش وتدرس كل شيء قبل ما تاخد له خطوه، ادرس كل شيء. شايفاك بتتفق على حاجه جديده، بتمضي عقد جديد، في عندك شراكه خاصه بالعمل، في عندك امر قانوني او خيبة امل في حاجة كده، بس ان شاء الله خير يعني انتبه. شايفة طاقتك افضل وعندك الحظ ان شاء الله يكون حليفك وفي بدايات جديدة، وعندك طاقة حلوة
عشان تخرجك من التعب بتاعك. فحاول تمسك في الطاقة الجيدة، متخليش الطاقة السلبية تأثر عليك. في عند البعض مشكلة في شراكة أو في علاقة عاطفية، يعني في عند البعض في مشكلة، يا مع حبيب يا مع شغل. فننتبه، نبتعد عن الناس اللي بتضايقنا، عشان في ناس حاسدين حواليك، في ناس بيتكلموا عنك، فابعد عنهم. حاول تتجنب اي حد انت عارف ممكن يجيب سيرتك من ورا ظهرك، وحاول تعرف ازاي تتصرف معاهم وتبعد الناس دي عن حياتك. في عندك حب وارتباط ان شاء الله الفترة دي عند البعض من مواليد برج العقرب. طب تعالوا نشوف كروت الرومانس هتقول لنا ايه. بسم الله. في حبيب او في حد، يعني هيكون هو ده الحب الصح هيدخل حياتك. هتحس من ناحيته بالراحة النفسية، وهتقولي نفسك هو ده الحب اللي انا يعني كنت بدور عليه. فان شاء الله في فرصة حلوة بتدخل حياة مواليد برج العقرب، وشايفك هتكون مرتاح يعني مع الشخص ده في الفرصة دي. يعني شايف الفرصة دي هتجيلك، والحب ده يكون حب حقيقي، عندك ترو لاف، حب حقيقي، وهتعرف ان ده الحب الحقيقي، وان دي كأنه ربنا بيبعت لك الشخص ده. وكل واحد فيكو اذا كان هو عنده مشاكل في السابق او انت عندك مشاكل في السابق، فشايفاكو بتتغاضوا عن المشاكل دي، وشايفة في محادثة من القلب للقلب، وكأن واحد بيعبر عن كل اللي جواه للشخص اللي قدامه. انت بتعبر له على اللي جواك، وهو بيعبر له على اللي جواك، وكل حاجة بتمشي على ما يرام. شايفة عند البعض كأنكم بتدوا فرصة لشخص قديم راجع، في فرصة لشخص قديم راجع، وكأن في مشكلة بتتعرض تاني وبتحاولوا تعالجوها، وبتحاولوا تنجحوا العلاقة دي تاني. وشايفاك بقى كأنك بقى بتدي الفرصة ليه، يعني عشان بتقول لنفسك انا هدي فرصة المرة دي، وهحاول انجح مع العلاقة دي. ولكن انا لو حسيت انه الشخص ده ما كانش يعني ما يستحقش او مش كويس، فانا هبعد عنه، وهبعد وانا مطمئن، ومش هقول لنفسي ان انا مجربتش. ده انت بتقول لنفسك كده الفترة دي. الكارت التالت بيقول لك افرج عن حياتك العاطفية، بمعنى خرج اي حاجة قديمة من حياتك. شخص قديم لو كان في حياتك خرجه من الهالة بتاعتك، لانه ظاهر حواليك في الهالة بتاعتك. وطول ما في شخص قديم في حياتك، فده مقيد حريتك، ومش هتقدر، مش هتعرف تحس بالسعادة، ولا هتعرف تجذب حب جديد لحياتك طول ما انت ماسك في الماضي. تخلى عن الماضي، بمجرد ما تتخلى عن الشخص بتاع الماضي هتلاقي حبيب جديد بيدخل حياتك. يعني افرج عن حبيبك السابق عشان يدخل لك حبيب جديد يا برج العقرب. برج العقرب حبايبي، دي كانت قرايتكم، اتمنى يا رب القرايه تكون عجبتكم. ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار، ولايك وشير علشان كل مواليد برج العقرب يشوفوا الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد.